مسلمة. أنا صراحة متحمس بزاف لهذا الشيء اللي واقع كما هي مثلا كيفاش هذا الفيلم هذا البطل، ونتمنى ربي يعجبكم وغيعجبكم إن شاء الله. وهذا أول إكسبيرينس بالنسبة لي، فشكرا أن جيتوا دعمونا اللي مغاربة واللي مخارج المغرب، مرحبا بكم. قلت لك أنا كنت أسأل السؤال الأول اللي بغيتي تطرحها عليا، عنوان الفيلم، إلا شفتي عنوان الفيلم تعمقي فيه. تبان لي أنه العنوان بحد ذاته أنك البطل مكتوب باللغة العربية في لغة القرآن، وهو الاسم يعني اللي كتشوفي البطل مكتوب واخد واحد المساحة كبيرة، وعندك ما شاء الله الأمازيغية راه فوق البطل، وعندك الفرنسية شكلناها ودرجناها وعطيناها هذا التشكيل باللغة العربية. العنوان بحد ذاته أنا فاش كنت سجلتو المغنى ديالو من الأخضر العناوي وقع الاختيار ديال أي ديتاي كان كيتحط، وإلا كان كيتحط بعمق، ما كناش كنحطو شي حاجة صراحة غير هكاك، كيطلب شوية تركيز وشوية تعمق فيه وغتفهم شي حوايج زوين. إن شاء الله إن شاء الله صافي واش درتي؟ نتمنى ندير، ولكن شوف بالنسبة ليا عندي سيناريو صراحة ما عمرني طرحته على نادر، وهذه مناسبة باللغة الأمازيغية، يعني من الأول هي قصة حب. أكيد واحد السؤال ديال الأخ كان قال علاش اختارينا الأكشن، علاش اختارينا لاكوميدي؟ لاكوميدي في المغرب ما شاء الله عندها واحد صدى نجاح كبير إن شاء الله، قريبا إن شاء الله باللغة الأمازيغية غندير شي حاجة. شوف بصراحة أنا ماشي بعيد تنتيزا على أن ما يمكنش نمثل، ولكن أنا كنحس راسي ما عنديش الانتباه أو ما عنديش شي رغبة أنني نكون ممثل. و كما عمر عارف جاوني عروض من هوليوود، شي أفلام كبيرة مع مخرجين ومنتجين كبار بزاف، ومثل مع شي ممثلين كبار، قلت لهم اسمحوا لي ما نقدرش نعمل لأن ما ولكن احنا نهدي ونعاونك، ولكن قلت لهم صراحة I'm not interested. أنا كنت كنتفقى صحة كنقول له ويقول لك حتى صحة كنقول جاتك هذه الفرصة اللي ماشي أنا ماشي هذيك الشيء اللي خصني. اش مالها طوشي سيرتوني صراحة هذا هو، فلهذا ملي مثلت في هذه، لأن أول حاجة الشركة ديالنا وعمر طلب مني هذه القضية هذه ما قدرتش نديرها، الأخ ديالي طلبني قلت له صافي نعمل هذه، ما نعملش شي طاورة ولا شي حاجة، غير ظهرت صراحة هي هذه صافي. لا صعيب 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 صعب صراحة اللي لا صراحة كان الدور ديالو في الفيلم غادي نتكلم عليه، أنا نخلي مفاجأة للناس الجمهور، ولكن صراحة داز ديك داك النهار داز زوين زوين. أنا مع الفنانة أنا معاه، لأن كان مشهد كبير، كان مشهد كبير في واحد لاباط، وكانت ديك اللحظة يعني بزاف ديال في راسهم بزاف، وكان صعيب هذاك النهار الحضور ديالو باش أنه يصور، وكذلك بزاف ديال الناس اللي راه في كيراسون كذا كيفاش غنحاول نسير داكشي كامل. من الحمد لله دازت الامور كلها بخير وعلى خير كما بدون مشكل. علامات اخوه وصداقه وثقه واعجاب، لان بالنسبه لي هو لطفي قبل ما يكون صديق ديالي كنت انا فان ديالو معجب به، لا انا ولا الوالده ديالي الله يرحمها ولا الاخوان ديالي ولا العائله ديالي، اللي بالنسبه لي اهم حاجه عندي هي العائله. فلهذا ملي تعرف على كإنسان عجبني زاد عجبني أكثر، ودخلني في قلبي وقلب العائلة ديالي وجا واحد منا. فلهذا مع المدة كيما قلت لكم تبع هذا المسيرة ديالو، وملي تعرفت على أكثر شفت المسائل اللي كان كيخدم عليها بوحدو على الجانب ماشي كممثل ولكن كمخرج، صراحة بهرني بالتالون ديالو بالمقدورات ديالو. وبما اننا دائما كنت كنفكر باش نعمل ندخل في العالم السينمائي كمخرج ماشي كممثل، وان كان جعلني نمثل واحد الطريقه في هذا الفيلم هذا، كنت كنفكر نعمل شي حاجه زعما عالميه وهذا. وفي نفس الوقت فكرت اول اكسبيرونس ديالي ستكون في الدوله اللي هي كنبغيها اللي في الدب ديالي هي المغرب، لان يعني دائما انا مفتخر كمغربي. والحمد لله الحلم هذا تحقق وعملنا فيلم مع بعضنا، واللي كانت اكسبيريونس جميله جدا، ما كانوش فيها العراقيل، كان فيها احساس بوزيتيف، وانا بالنسبه لي الانرجي
هاد الفايب اللي كانت مع عمر التوبيه دائما كانت هي اهم حاجه في اي عمل كان عامله. اذا ما كانش احساس بوزيتيف ما كان عملوش، بغا يكون فيها الفلوس بغا يكون فيها اي حاجه ما كان دايرها، كان كنحس الفيلين يكون مزيان. صراحه كل مره كنتلاقى مع رضوان والا كتستفيد منه. شكون اللي ما كيكرهش يتمتع بالانسان؟ لان الخلوق صراحه هو كانسان بحد ذاته ما تشبعش منه. واحد الطرافه كنقول لك اقسم بالله ماشي حتى نتجت فيلم ديالك شاركت قبل نتجت فيلم ديالك، كنقول من قلبي انسان اللي خلوق. واكثر حاجه سمعتها منه هي قال لي فيك واحد الميزه زوينه وكنطلب منك تخليها، هي الصبر. الصبر هو المغاربه يعجبكم كلنا يعني عجبنا يعجبكم شرح واحد العالم هذا وتحسوا باللي حسينا به حنا، هذا هو الهدف الاول. وان شاء الله يصير عندنا افكار ان ننجزوا شي حاجه اللي توصل العالميه. وكنظن زعما ناحية البيدجي دايما كاين حل، كتبر حلول ناحية البيدجي الصغر، اون فوا كنا متأكدين من البرودوي ديالنا بأن هذا يقدر يوصل العالمية، عندنا علاقات، عندنا بزاف الحاجات اللي نقدروا نستعملوها في ديك اللحظة هذيك باش نجيبوا دي ستار اللي هما معروفين عالميا، ويمكن كاع حتى الستار ديال المغرب يوصل عالميا. هذا إذا كنا نعملوا هذه راه أحسن كثر، فهمتيني؟ بحال اللي شفتي كاسا دي بابيل اسبانيولي، برودوي اسبانيولي 100%. نجاح عالمي وتوحيد منه من هوليوود، وهذا هو الهدف الى قدر نوصل المغربي للعالميه ان شاء الله. هذا هو الهدف. يلا شوف انا كان عندي واحد القضيه سبق لي عندي اعمال اللي ما شاء الله كان عندها نجاح اللي صح، كان عندي اعمال اللي انا بالنسبه لي النظره ديالي هو انه نجاح شي اخرى عادي. العمل اللي كيكون حتى الزرق بالنسبه للنجاح كتكون عنده واحد النسبه ديال التشجيع اقل. صح. معنى العمل اللي كيكون عنده نسبة تشجيع أكثر هذا كيخلعك. وسبق لي مريت بالتجربة. الحمد لله العمل باقي ما خرجش. كاين واحد اش كيدير هذا؟ شنو هو هادشي؟ وبطبيعة الحال كاين أصدقاء والأحباب اللي شجعونا أكيد. صراحة ماشي أنا ما طرحتش الأسماء على عمر ولا عكس، اللي كان هو كيطرح عليا الأسماء شنو النهار اللي فاتوا في هذا. انا عارف هو عنده ليكسبيريونس وكيعرف بيان سور اللي هو يكون مخرج خصو يكون مرتاح مع الناس اللي كيخدم معاهم. وانا كواحد الانسان اللي دوزت في الانترتينمنت سنين كنعرف ان الخدمه اللي كتكون مزيانه هي كتكون كتحس مع الناس اللي خدام معاهم بواحد الراحه اللي كتعطيك قوه انك تعمل شي حاجه زوينه. فلهذا الراي ديال الشوا ديال هذا ديال الممثلين كان ديالو، انا كنت كنعطي الراي ديالي وخا يعطيني كيف كان ديالو، ولكن انا فاهم 100%، لان ديجا الجيل ديالكم راه داعم بالنسبه لنا، وكنتمناو ان شاء الله الدعم والفيلم ودعمونا في النجاح ديال هذا الفيلم، لان يكون النجاح ديالنا وديالكم ان شاء الله. شكرا بزاف لكم. شكرا للحضور الكريم باش بديت غنخدم. وصراحة هذا الصحافه المغربيه عندها واحد القوى كبير يعني في نجاح اعمال، وحنا محتاجين لكم، وكنتمنى تحضروا معنا بكتابه غدا ان شاء الله في لابون بروميير ديال الفيلم، وكنشكركم بزاف على الحضور. ديروا لايك وبارتاجوا الفيديو مع صحابكم، وما تنساوش تابوناو فلاشين وتفعلوا الجرس للتوصل بكل جديد للا فاطمه.